تصيح يا ياب يا ياب يا ياب زينب من تصيح بصوت تنصاب. زينب جت للحسين يا فاطمة أبو علي من شافها تعذى وهو على الأرض ليش جيتي خويا يا روح الزكية ليش جيتي ودمعة عيوني جرية. طور جديد أول مرة أقرأ البارحة الإخوة رادوا مني مالي غيرك مالي غيرك كلكم سامعين مني خلنا نقرأ طور جديد لأول مرة أقرأ بس خلي الصورة ببالك أختم بهالأبيات ليش جيتي خويا يا روح الزكية ليش جيتي وليش دمعاتي تجيرية ليش جيتي طولك تشوف أمية شافوا طولك زينة ليش جيتي وطولك تشوف أمية أبو علي خايف على شيء ثاني بعد ليش جيتي وين خليتي رقية ليش جيتي وين خليتي رقية تخاف الخيل تدوشها زينة عمرها 3 سنين طفلة هاي خاف تنداش ليش افديها تقول له خويا برويا تقول له خويا يا العلى الغبرة لقيته قل له خويا وحدي ما تقبل حنيته عيد وياي قل له خويا يا العلى الغبرة لقيته قل له خويا وحدي ما تقبل حنيته بعد شو تقول له قل له خويا ضربة وأطفالي ولحيته قل له خويا والعزف أرهده وبيته أبو علي قل له خويا والعزف أرهده وبيته بعد قل له خويا ضاقت الدنيا وجيته شا وين اروح تقل لاخويا ضاقت الدنيا وجيته تقل لاخويا ضاقت الدنيا وجيته تفضل مني.